دايما في برنامج الاشبال بنتبنى قضايا، وان شاء الله من خلال برنامج الاشبال دايما بنلاقي لها حل. كنا اثرنا يعني قضيه مهمه هي عمليه التزوير والتسنين، وكان لنا مداخلات مهمه مع منطقه القاهره، والناس مشكورين صراحه يعني خدوا قرار سريع في عمليات برضو او في مواضيع كان فيها تسنين وتزوير، وخدوا قرار سريع بايقاف لعيبه وبالغاء نتائج. برضو عندنا قضيه مهمه جدا هي كانت الملاعب، وشفنا في ملاعب بعض الانديه لا تصلح، وبالعكس يعني ممكن كمان يعني بتؤدي لاصابات لعيبه، وان شاء الله خلال الفتره الجايه هنشوف برضو مشكله او علاج ان شاء الله لهذه القضيه. انا بالنسبه لي في 2019 عندنا قضيه مهمه جدا، قضيه للصم والبكم. الصم والبكم ليهم حق كبير علينا جدا، احنا كشعب مصر وكمسؤولين كوزاره شباب والرياضه كلاعبين لكره القدم، دول ذوي القدرات الخاصه، ربنا سبحانه وتعالى ميزهم بقدرات خاصه. ازاي ولد يبقى يعني من الصم والبكم عايز يمارس كره القدم؟ فما فيش قاعده للناشئين في الصم والبكم. ازاي النهارده علشان ولد انه يمارس اللعبه لازم يبقى عنده 20 سنه او 19 سنه عشان يبتدي؟ لا، ده النهارده حق الناس دول علينا، وحقهم على الدوله ان احنا لازم نبتدي هنا من برنامج الاشبال نبعت برساله للسيد الوزير المحترم الدكتور اشرف صبحي وزاره الشباب والرياضه، لكل المسؤولين في اللجنه البارالمبيه علشان نلاقي حل للموضوع ده. الناس دي يعني ده حقهم علينا، وفيهم فعلا مواهب وعندهم طاقات كبيره. ان شاء الله من خلال برنامج الاشبال هنلاقي يعني علاج للمشكله دي، وهنشوف دلوقتي في التقرير دوت المشاكل اللي بيعاني منهم الصم والبكم. اكيد طبعا الدعم المادي، لان طبعا يعني الدعم المادي بالنسبه للانديه بيبقى قليل، اما بالنسبه لمنتخب الجيزه بالمديريه مشكوره بتحاول توفر، مديريه الشباب والرياضه في الجيزه بتحاول توفر اللي احنا عايزينه، ومركز شباب امبابه بيستضيفنا على طول يعني بيوفر لنا الملاعب والدنيا ماشيه يعني. هو الاهتمام طبعا بالسم عامه وتوفير لهم الامكانيات، يعني انت حضرتك يعني اكيد طبعا المسؤولين عن الرياضه في مصر عارفين احتياجات الانديه ايه واللاعبين ايه، ومحتاجين مثلا انتقالات، لان احنا عندنا دوري عباره عن يعني دوري ممتاز فيه يعني 8-16 فريق متقسم لقسمين، ففي كل المحافظات يعني في اسيوط في كفر الشيخ في المنيا في مركز شباب زينهم في بنها، فعشان تنتقل مثلا لان عايز انتقالات وعايز تغذيه وعايز ملابس كل ده كام، فبالتالي بيبقى صعب على الواحد لانه الدوري متوقف بسبب حاجه زي كده. طبعا ما فيش تربح من كره القدم، بل بالعكس يعني بيدفعوا من جيوبهم، وفي ناس في يعني انا عندي في معسكرات لما كنت في منتخب مصر للسهم معظم قطاع خاص كان في المعسكرات بيفقد وظيفته عشان المنتخب وما بيعرفش يرجع تاني، فطبعا هم يعني ما بيكتسبوش يعني ما بيكسبوش من الكره حاجه، او يعني يا دوب مثلا اما بيبقى في الانديه ولا حاجه عندهم ماتش ولا حاجه بيطلع لهم 25 جنيه 20 جنيه وجبه تغذيه فقط لا غير. كان في قديم كان بيلعب في بني سويف، وبعد كده في مركز شباب زينهم، وبعد كده منتخب الجيزه، بس منتخب الجيزه بس ومنتخب مصر، واختار فين بطوله في ايطاليا كاس العالم، هو شارك في بطولة العالم في كأس العالم 2016 وطلعنا الترتيب كام؟ الخامس، الترتيب الخامس، وكان في أولمبياد 2017 كان رباط صليبي عمل عملية فيها. كان في بني سويف بيتمرن مع ناس أسوياء بس، ما كانش مع الصم في الناشئين. بيقول لك كان يعني مساعدة من الصم ما فيش الفرق الناشئين، فكان بيتمرن مع الأسوياء. بقول لك ان مفيش حد بيساعدنا يعني، فعايزين مساعده. بيقول لك ان الانديه الثانيه الاهلي والزمالك فوق واحنا كصم تحت. بيقول لك يعني عايز الصم يبقوا زي الاسواق، بيبقوا معروفين والاعلام يهتم بيهم والمباريات.
بيقول لك يعني احنا لما بنلعب الاسواق بنكسبهم، بس ما فيش يعني تلفزيون او بس مباشر لمباراتهم، فعايزين يعني عشان يبقوا معروفين زي الاسواق. بيلعب دوري، شغال في دوري خماسي في شركه يعني، وشغال مع الاسواق يعني الاثنين صم واسواق. عايز وزير الرياضه لازم يساعد الصم، لازم يساعدهم الاهلي الزمالك بيساعدهم الصم، يعني المفروض يساعد الصم عشان يتساوى بالاسواق. نفس الكلام بيحلم ان هو يبقى يعني يوصل منتخب مصر، وفي نفس الوقت ان السم والبكم يعني المسؤولين يساعدوهم، لان برضه بيساعدوا الاسواق وما بيساعدوش السم. بيقول لك يعني الدوري او المباراه بتاعهم لازم الاهتمام الاعلامي، ولازم التلفزيون يجي، لازم يتساووا بالاهلي والزمالك. يعني السم زيهم زي الاسواق بالظبط. طبعا بنقدم لهم الملعب، احنا كاداره تنفيذيه ومجلس الاداره بيوفر لهم كل الدعم اللي هم بيطلبوه، سواء الملعب الرئيسي عندنا بنوفر لهم فتره، رغم ان ده بيمثل الفتره دي ممكن تكون بتمثل موارد ماليه للمركز، الا ان احنا بنوفرها لهم مجانا طبعا عشان استمرار النجاح. اتنين، بيبقى عندنا طبعا غرف خلع الملابس، الادوات والمستلزمات اللازمه اللي هي ما بتكونش معاهم، احنا بنحاول ان احنا ندعمهم بيها. ان شاء الله ان شاء الله السنه دي برضو يحصلوا على نفس النتيجه اللي حصلوا عليها العام الماضي، وندعمهم اكتر باذن الله في كل ما بيحتاجوه. وزي ما شفنا مع حضراتكم التقرير اللي فات عن الصم والبكم، معانا دلوقتي مداخله تليفونيه مهمه.